أهداف الحملة مناهضة تعديل الدستور وبالتالي ترشيح البشير. نتلاقى تعبئة الشارع العام وتنظيمه في اتجاه التغيير. السياق العام للحملة يرى مدى السودان بلغة للمعارضة مع مدى السودان الأخيرة في باريس. طبعا دي مقدمة أنا سويتها برا يعني قبل شوية تكون في شيء مرتجي مكرر. إنه حقق الهدف النهائي إسقاط النظام مكرر بإسقاط النظام وليس الهبوط الناعم كما يدعي الكثير من جماعات المعارضة. ليس هناك هبوط ناعم لدى نداء السودان. نداء السودان لديه هبوط خشن في صور عديدة ومتعددة. باستخدام كل الأدوات لإسقاط النظام الحالي يجب استخدام كل الأدوات والوسائل التي تضعف النظام وتدركه وتفككه تمهيدا لسقوطه. يقترح التصور أن تبدأ الحملة بمجموعة من الأنشطة السياسية والتعبوية ضد تعديل الدستور وضد ترشيح البشير. على أن يرتكز نظام الحملة على فشل البشير ونظامه في تحقيق الحياة الكريمة والحرة مستزلين بالظروف التي يعانيها الشعب بمختلف قطاعاته من حرب وضيق في العيش وتنازل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية وتضييق على الحريات السياسية والصحفية والنقابية. في شعارات تبنت الحملة تعديل الدستور يعني إعادة ترشيح البشير، تعديل الدستور يعني استمرار الفقر، ترشيح البشير يعني استمرار المرض، ترشيح البشير يعني زيادة الجهل، ترشيح البشير يعني زيادة العطالة، ترشيح البشير مزيدا من القوانين والمغيدة للحريات، ترشيح البشير تغيير للصحافة والإعلام، ترشيح البشير مزيدا من الفساد وإنتاج القطط السومان، ترشيح البشير إنتاج إعادة الفشل. الموجهات السياسية تعزيز الثقة في نداء السودان والمجموعات المنادية للتغيير باعتبارها البديل المناد والمناسب للنظام الفاشل. 2 تأكيد أن لا يمكن حكم السودان إلا بنظام ديمقراطي حقيقي يحقق الحريات ويؤمن معاش الناس. 3 التأكيد على بناء التراكم النضالي الهادف للتغيير بالوسائل السلمية. بناء أكبر جبهة في مواجهة ترشيح البشير والعبث بالدستور بتجميع المجموعات المناضلة لتعديل الدستور وترشيح البشير من كافة فئات المجتمع كخطوة في طريق إزالة النظام. 5 مخاطبة قضايا الناس بهدف تفعيل دوره للانخراط الفعال والعمل من أجل التغيير. الموجهات التنظيمية أن تعمل. طيب في الأنشطة المقترحة ممكن ندي الناس عنها تدوير اللي هي في بيان صحفي أعتقد نشر وبصورة واضحة المؤتمر الصحفي اللي هو الآن نحن في المؤتمر الصحفي. في تكون في لغاء للفعاليات السياسية والمدنية لدعم الحملة، تنفيذ ندوات في العاصمة والولايات، عمل مخاطبات في مناطق التجمعات، توزيع رصاصات ورقية، حملة توقيعات، حملات تشكيلية منظمة، إنتاج أغاني وأشعار بشعارات الحملة، عقد ورش قانونية ترفض خطاب الحملة بالمسوغات القانونية لربط تعديل الدستور وترشيح البشير، تنفيذ عدد من الاعتصامات في عدد من دور الأحزاب ومحاولة الانتقال بها للمدينة العامة، تواصل فعال مع المجتمع الإقليمي والدولي، كل ما يمكن ابتداعه من أنشطة لنجاح الحملة. الحملة مبررة يعني في مقترحات، لكن حاليا الحملة هتستمر 60 يوم هتكون في يعني مستهدفه كله تحت الشعب السوداني والمجتمع الدولي والإقليمي. في ممكن نقول البرنامج هو
يعني ككل في ندوات هتكون في الاغاليم في الدويب وفي سنار وفي مدني وفي القضارب وفي كسلة وفي البرسودان وفي العاصمة هنا في كل مدينة هتكون في ندوات. ونحن أسف نعلن عن الندوة الأولى اللي هي هتكون في دار المؤتمر السوداني في يوم 10 السبت 10 10 الأربعاء 10 الأربعاء ولا لا السبت لأنه في تعديل بالنسبة للشغال دار المؤتمر السوداني فعالية يوم الأربعاء ستكون الندوة يوم السبت إن شاء الله 13 10 إن شاء الله. أعتقد يعني في برضو مناشط حتكون في كل جمعة في المساجد غير الندوات برضو حيكون في توزيع لأنه في بعض الولايات البعيدة يعني ما احتمال يكون في تعزل التغطيات لكن ستغطى اللي هي ولايات الكور الخمسة والنيل الأزرق والشمالية هتغطى برصاصات ورقية وبرضو إمكانية غياب ندوات في بعض المدن الرئيسية كالفاشر والنيالة والجنينة. شكرا جزيلا.